مع دخول الصيف تزيد فرصة التعرض لأشعة الشمس الحارة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وتزداد النشاطات البحرية، وأكيد الكل مع البحر يحب التشميس اللي معروف بالتان، سواء للشباب والبنات بطرق مختلفة. لكن يهمل الكثير بعض الأمور الأساسية اللي المفروض يعملها عشان لا يتعرض لضربة الشمس. خلونا نقول لكم إيش هي ضربة الشمس في البداية، أو اللي يسموه طبياً فرط الحرارة. فرط الحرارة هو نوع من أمراض الحرارة الشديدة، والتي تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم لأكثر من 40 درجة مئوية، وتكون أعراضها واضحة وصريحة، أثار تغيير على الجلد، إما جفاف أو رطوبة أو إحمرار، صداع شديد أو دوخة، وعدم توازن. بعد ما عرفنا ضربة الشمس، خلونا نقول لكم كيف تتجنبوها. ألبس ملابس فضفاضة تسمح بدخول الهواء لجسمك، وتساعد على تبريده، ويفضل الألوان اللي تكون لابسها تكون ألوان فاتحة. أشرب سوائل كثير، لأن الجسم في الصيف يفقد الكثير من السوائل. لا تمارس الرياضة تحت الشمس مباشرة، فصحتك أهم من شكلك. وأخيرا أتذكر أن صحتك هي قرارك اللي تأخذه اتجاه نفسك، فخليك مسؤول عن نفسك.